الست جت هنا اسمها فاطمة، هي تايهة؟ أي ما كلنا تايهين، منه لله أشوف فيه يوم. هو مين ده؟ أبوها فاطمة من رمضان اللي عدى. يعني ما شفتيش واحدة هتكون عدت هنا يعني؟ كمان مستوردة؟ آه يلا، حلوة أوي دي، دخن بقى ولع. لا مش دلوقتي. بقول لك يا ونبي، أنا عايز أسألك على واحدة كده غلبانة من الأرياف، طويلة وخمرية، أهلها داخلين عليها. يا ما بيورد على المقام أشكال وألوان. يعني ما تعرفش واحدة بالأوصاف دي؟ يا ريت. خالص خالص. طب شكرا يا باشا. كمان واحدة مستوردة. أنا بقول دي مش كويس عشان صحتها. جوزها بيقول ان هما ملهمش راي في مصر خالص. معنى كده انها لازم هتحاول ترجع البلد. ده احتمال، عشان كده بقول ان احنا لازم نسافر. ايه لو ما كانتش عند السيده نفيسه يبقى ضروري هتدور على ابنها، بس هي ما تعرفش هو فين، ورجوعها البلد وارد جدا، بس ازاي وهي في الظروف دي يا ست؟ او عملها تاني، تعالي نغير وبعد كده نسافر. اتفضلي. يامو المقام العالي، يامو المقام العالي، جبتلك محمد زين الملاح، جبتهولك بعد مشوار كله قهر وعذاب. احمهولي احمهولي وخليهولي، ده ضنايا ما حدش غيره. يا رب يا كريم، يا رب انت كنت فين بقى يا عم شريف؟ طبعا يا سيدي مشغول في تحيات. على فكرة انا عندي ليك اخبار مهمة جدا. ايه؟ لقيته فاطمة؟ لا يا سيدي، دي خطف الطفل من حضانة أطفال واختفت. شكرا. قبضت عليها ولا بقول لك اختفت، بس هنقبض عليها ولا أعرف فرصة. لا ما ينفعش، أنت تحكي لي بالتفصيل. أحكي لك يا سيدي اللي حصل بالتفصيل. ها. المتهمة أول ما هربت من المستشفى اشتغلت فراشة في حضانة. كام يوم واختفت. أهل الطفل قدموا بلاغ الأقرب اسمه بليس باختفاء طفلهم طبعا. المشرفة والدادات والبواب كلهم أجمعوا إن الست دي هي اللي خطفته. أول ما وصلت النشرة بأوصافها طبقتها بأوصاف المتهم اللي عندي، لقيتها متطابقة. ده غير إن الاسم في الحالتين واحد. فاطمة. على غريبة فعلا. وحياة الطفل في خطر. في جهود مكثفة للأطفال. ده غير إن المخبرين انتشروا في كل الأماكن اللي محتمل إنها ترد عليها. مسألة بتتلخبط فعلا. وهي ليه عملت كده؟ اللي عملته ده بيؤكد سوء حالتها. هي متصورة فعلا ان الطفل اللي خطفته ده يبقى ابنها؟ وحالتها ممكن تسوء للدرجة دي؟ ممكن مع كم الاحباطات اللي اثرت عليها. ازاي يعني؟ دي مسألة عايزة شرح طويل، مش وقتها. المهم دلوقتي نروح نشوفها. ماشي. دكتور كمال مش موجود دلوقتي، انا اسف جدا. عوض مات، كان عنده غرارينة تحت الجبس وحصل له تلوث في الدم. عن اذنكم. الله.
ساكتيني. مش ملاحظ ان احنا من يوم ما اتقابلنا ما تكلمناش عن نفسنا ابدا؟ وللناس كلتي كملنا الدايره وهتعيش وهنام وانت في حضني من غير خوف. خلاص يا محمد. Oh, my God.
رجعلك يا محمد، رجعلك من حبيبك يا عينيا. تلعب عالشجر وعالزاي وتجلجل بالضحك الباي، تلعب عالشجر وعالزاي وتجلجل بالضحك.